نسمع في أذان الفجر المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لماذا الصلاة خير من النوم؟ لأن النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله تعالى. هي خير من النوم لأن النوم موت والصلاة حياة. هي خير من النوم لأن النوم راحة للبدن والصلاة راحة للروح. هي خير من النوم لأن المؤمن والكافر يشتركان في النوم، والصلاة لا يصليها إلا المؤمن. وأهل الفجر أيها الأحباب فئة موفقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن منهم فادعو الله أن يجعلك منهم. ما أجمل الفجر، فريضته تجعلك في ذمة الله، سنته خير من الدنيا وما فيها، قرآنه مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أبشروا يا مصلي الفجر،